السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله يكون كلكم تمام. معكم سماح شريف. عملت الفيديو ده الليلة لكم. مجموعتنا في الأفيليت ماركتينج أو المشتركين في برنامج التسويق الإلكتروني على منصة باب للتجارة الإلكترونية. حابة أوضح لكم بعض النقاط أو بعض الطريقة بتاعت الشغل، ممكن تكون شوية غريبة أو جديدة عليكم، لكن هي موضوع بسيط شديد. هو التسويق، نفس التسويق في أي مكان أو زمان، هو بس معمول بطريقة المنصات العالمية الكبيرة اللي هي زي أمازون، زي نون، زي إي باي، زي كل المنصات العالمية بتشغل الشغل بتاع الأفيليت ماركتينج ده، اللي هو ممكن يدخل لك قروش كثيرة شديد يعني، ويزيد لك دخلك بطريقة سريعة جدا. كل اللي عليك أن أنت تسوق المنتجات الموجودة على الموقع، وتكون بتسوق لها عن طريق الرابط الخاص بك، وأي مشتري بيشتري من الموقع دخل بالرابط بتاعك ده، حينزل لك immediately عمولة من الحاجة اللي هو اشتراها، إذا كان اشترى نفس المنتج اللي أنت سوقته أو اشترى أي منتجات تانية. كل المجموعة المنتجات اللي هو حيشتريها في أول شروة له في الموقع حتكون في حسابك، في منها عمولات. طيب، كيف إحنا نعمل الحاجة دي؟ أنت بتسجل حساب بتاع affiliate في bab.com وبتعمل شنو؟ بتشيل صور من الموقع زي ما انت حابب، او زي ما الجروب اللي حوالينك بيحب. يعني انت بتشوف مثلا حوالينك مثلا رجال او ناس بتاعين كوره، ناس بتاعين رياضه، ناس بتاعين او هم نسوان بيحبوا الثياب، بيحبوا الحاجات دي، فانت بتشيل المنتجات حسب الاريا اللي انت فيها، بتسوق لهم الصور. سالوك عايزين نشتري، بتديهم الرابط، بتقول لهم سجلوا حساب عن طريق الرابط ده، وبعد ذاك بتشتري المنتجات. ونص انه هو سجل الحساب خلاص. طيب يا جماعة، بتعمل شنو قلنا؟ تسوق للصور بتاعت المنتجات. بعد ذاك اللي بيخش عشان يشتري لازم يخش عن طريق الرابط بتاعك، لازم تضمن انه هو دخل الموقع عن طريق الرابط بتاعك وعمل الحساب بتاعه. كده هو اشترى منتج ده الليلة، اشتراه بكرة، اشتراه بعد شهر، اشترى أي منتج تاني، تأكد أول ما يشتري أول شروة له دي هتنزل في حسابك. فالموضوع سهل ومستحق يعني إنه إحنا نضيف فيه في وقتنا اللي بنقضيه كتير في السوشيال ميديا، نقضيه بأنه إحنا ننزل منتجات. مرات إحنا بكون عاملة لكم عروض أو حاجات زي دي، ممكن برضو تستفيدوا من موضوع العروض، لأن الأسعار بتكون أقل، الناس بتحب تشتري في مواسم العروض، مواسم العيد، الناس بتكون بالذات الناس في السودان. إحنا طبعا عندنا المنتجات مختلفة في أماكن تانية كتير، في قطر، في السعودية، في الإمارات، في أمريكا، في لبنان، أستراليا وكذا، والمغرب. مركزين أكثر على موضوع السودان لأنه المنصات التجارية في السودان بسيطة، أو يمكن الموضوع الجديد المنصة الإلكترونية دي تكون جديدة على السودان. طيب، هشرح لكم في السيستم، هنعمل شير سكرين، أشرح لكم على السيستم كيف أنت بتقدر تشتغل على الحاجة دي. بس بصورة سريعة كده. طيب، أول ما تدخل الحساب بتاعك، أنت طبعا أول حاجة بتعملها بتسجل على الموقع affiliate account من الرابط الموجود عندنا في القناة بتاعت التليجرام موجود، أو لما تدخل الموقع في أول صفحة في تحت آخر حاجة هتلاقي في روابط منها الأفيليت، بتسجل، بتفعل الحساب من الإيميل بتاعك، تمام؟ بعد ذاك لما يفتح الحساب بتاعك حتجيك الصفحة دي. الصفحة دي بتسجل فيها هنا مثلا my account،
بتسجل حسابك اسمك، وفي حاجات بتكون نازلة already. بتفتح هنا ال payment information، بتختار بنك وبتكتب التفاصيل بتاعت البنك بتاعك. بيفضل أنه يكون بنك خرطوم عشان التحويلات تجيك بطريقة سريعة. بتكتب اسم البنك، الحساب بتاع اسمك، اسم صاحب الحساب ورقم الحساب، تمام؟ بعد ذلك بترجع تاني هنا. مثلاً أنت لو دخلت تاجر يسجل حساب تاجر، بتجي تكتب هنا اسمه أو إيميله أسجل به، أساس أنه يكون مبيعات التاجر ده تجيك برضو منها عمولة، تمام؟ طيب أنت كيف بتاخد الرابط بتاعك اللي بتسوق به؟ بتدوس هنا على المؤشر ده، بيفتح لك أفيليات. هنا بكون موريك الحاصل شنو، يعني من الكريدتس اللي انت عملتها، من الأرباح اللي عملتها من شغلك، وكل حاجة بتوضح لك. هنا بتاخد share and earn commission on every purchase، اللي هي بتعمل هنا click to copy. لما تعمل copy على الحاجة دي هيقوم يديك الرابط بتاعك، بتمشي تعمل pay and paste للزول الداير يشتري المنتج اللي هو سأل عنه أو اللي انت أعلنت عنه. هنا ممكن تعمل برضو شير على الفيسبوك أو على الإيميلات للناس اللي عندك لهم إيميلات، برضو بينزل لهم عن طريق الرابط بتاعك. فالموضوع very easy، وارسل لكم برضو في الصفحة بتاعت التليجرام فيديو بشرح عن طريقة الشراء، عشان أنت تقدر تسهل على الناس اللي حوالينك أنهم يشتروا كيف، ومن الابليكيشن أو من الموقع. بترسل لهم الفيديو ده على أساس أنه لو ما يشتروا حتنزل لك العمولة طوالي، فأنت بتديهم ستيبس سريعة أنه سجل بالرابط. بعد تسجل بالرابط هذه طريقة الشراء واضحة لك من A to Z، وهذا المنتج. بعد ما هو يسجل يدخل على الموقع عادي يفتش المنتج بتاعه، إذا ما لقى المنتج مثلا رجع لك قال لك أنا تهت في الموقع مثلا ما لاقي بالضبط المنتج اللي أنت عرضته، بعد ده خلاص أنت بتكون ضامن أنه هو سجل على حسابك، ممكن تديه رابط المنتج دايركتلي، تمام؟ الموضوع very easy. العمولات بتكون 25% من أرباح المنصة، بتكون شهرياً يوم 30 بتتحول العمولات لكل الأفيليتس المعانا. أحب أذكركم أنه أنتوا طالما اخترتوا تبقوا معانا في برنامج الأفيليت ماركتينج فأنتوا شركاء معانا في باب، وأتمنى أنه تقدموا منتجاتنا بكل حب وبكل طريقة جميلة. العملاء بتاعيننا إحنا قاعدين نتعامل معهم معاملة يعني زي ما بيقولوا على بالحرير، يعني بندلعهم آخر دلع، بنحترمهم آخر احترام. أي جدل، الشغل كله عبارة عن تجارة بيع وشراء. عايز تشتري أهلا بك، ما عايز تشتري سلام عليكم وبس. في فيديوهات كثيرة عن طريقة البيع، عن فنون البيع وأسرار البيع وأسرار التعامل مع العملاء، أنا قاعدة أحاول أرسلها لكم على أساس أنه تقدروا ذاته. الموضوع البيع ده ما موضوع سهل ذاته، يعني ممكن الزول لازم يكون فيه شوية تكنيكس، الواحد يكون عارف كيف يشتغل بها. أي حاجة تصعب عليكم، أي سؤال يخطر في بالكم، تلفوناتي عندكم، بتقدروا تتواصلوا معي أو تتواصلوا مع أي الأرقام الموجودة على موقع وتطبيق باب. شكرا لكم، شكرا لاختياركم باب. الله حيكون في بياناتنا كتير، وكل فترة بعمل لكم كل ما يكون في جديد ممكن نشتغل عليه.